العصر الجليدي هو فترة تاريخية امتدت على ملايين السنين، شهدت خلالها الأرض تغيرات هائلة في المناخ والبيئة. بدأ العصر الجليدي منذ حوالي 2.6 مليون سنة، واستمر حتى حوالي 11700 سنة مضت. تسببت الظروف القاسية خلال العصر الجليدي في تشكل الجليد وانتشاره على نطاق واسع، مما أدى إلى تغييرات جذرية في البيئة وحياة الكائنات الحية. كانت الحيوانات والنباتات تتكيف بشكل مذهل مع هذه الظروف الصعبة. عاشت على الأرض العديد من الكائنات الفريدة مثل السمايلودون، الميغالودون، الماموث والدب قصير الوجه. كانت هذه الحيوانات تتكيف بشكل مثير للإعجاب مع هذه البيئة الباردة. السمايلودون كان حيوانا ثديا مفترسا كبير الحجم. كان لديه جسم ضخم وعضلات قوية وفك قوي مزود بأسنان حادة جدا. عاش السمايلودون في المناطق الباردة في شمال أمريكا وأوراسيا، حيث كان يصطاد الفريسة باستخدام سرعته الفائقة وقوته الهائلة. الميغالودون هو أكبر أسماك القرش المعروفة على الإطلاق، وعاش في المحيطات العالمية خلال العصر الجليدي. كان يمتلك جسما ضخما وعضلات قوية وفكا هائلا مزودا بأسنان حادة. الماموت كانت حيوانات ضخمة الحجم ذات فرو كثيف، عاشت في شمال أمريكا وأوراسيا. كانت تتميز بأنياب مدببة طويلة تستخدم للحصول على الطعام والدفاع عن النفس. كانت تعيش في المناطق باردة وتتغذى بشكل رئيسي على الأسماك والأعشاب، وكانت لها دور بارز في البيئة الجليدية، حيث كان جزءا مهما من سلسلة الغذاء وتأثيرها على البيئة. الدب قصير الوجه كان حيوانا مفترسا كبير الحجم، عاش خلال العصر الجليدي في شمال أمريكا. كان له جسم ضخم ورأس قصير الوجه مقارنة بأنواع الدبب الحديثة، وكان يصل وزنه إلى حوالي 900 كيلوغرام. كان الدب قصير الوجه يعتمد بشكل رئيسي على اللحوم في نظامه الغذائي، وكان له قوة هائلة في الصيد والاعتداء على فريسته. رغم كبر حجمه وقوته، فإن الدب كان يفضل التغذية على الجثث والفرائس الذي يمكنه العثور عليها بسهولة بدلا من الصيد النشط. لامتلاكه الأقدام الخلفية قصيرة لم تساعده على الركض بسرعة، لذا يعتبر حيوانا قماما ناجحا. انتهى العصر الجليدي قبل آلاف السنين، ولكن ترك تأثيرات دائمة على الحياة على الأرض. أثر العصر الجليدي على تشكيل الأرض ونشوء البيئات المختلفة التي نعرفها اليوم.